بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع انطلاقة الشوط 18 والخاص بفئة القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات التي تحمل في طياتها هذه التحديات وهذه الأسماء المنطلقة من هنا من نقطة البداية من 3 كيلومترات. البداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط وهنالك الانطلاق وهنا الغزو المكثف على صدارة هذا الشوط. 3 أسماء 3 شعارات منطلقة في مسار وتحدي واحد. المفتي مع المركز الأول، المفتي على مقدمة هذا الشوط. أم هنا يتقدم المارد، المارد ومحفوظ بالخميس الجنيبي يتقدم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصل كهرمان منصور بن ناصر بن علي بن سرور الخيلي مع المركز الثاني، وثالثا يتقدم شاهين مع المركز الثالث، جابر بن عبد الله بن جمعة الشيدي من قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول شاهين طارش بن علي بن بخيت المسافري مع المركز الرابع، وخامس التحديات وصول من قبل شعار بن رشيد المحيط القادم، أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يتقدم الآن مع المركز الخامس. بينما المركز السادس المراكز مسعف عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي مع سادس المراكز. بينما المركز السابع والأسماء القادمة هنالك ينطلق حشيم أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي مع المركز السابع، وثامن التحديات هنا يتسلل في هذه اللحظات شعار حميد بن محمد الوهيبي نسناس هو القادم والمتسلل إلى سادس المراكز. بينما المركز الثامن وصل ظبيان علي بن عبد الله بن عوض البلوشي يتقدم مع المركز الثامن. بينما المركز التاسع هنا يتقدم سراب حميد بن خادم بن حميد المنصوري مع المركز التاسع، وعاشر التحديات هنالك يتقدم مطرب علي بن سالم بن مبارك المنصوري. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المنطلقة في هذا الشوط والباحثة عن الفوز الباحثة عن الانتصار. نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط مع الانطلاق المميز هنا مع صدارة هذا الشوط، وبالرشيد من انتزع المركز الأول، من انتزع مقدمة هذا الشوط بالرشيد على صدارة هذا الشوط. أحمد بن خليفة بالرشيد السويدي يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني هنا تحديات المركز الثاني وصلت الأسماء، والسيف مسلم بن حمد بن متعب العامري يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث بدأ الانطلاق من الجانب الأيمن وهنالك شاهين عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري. بدأت المنافسات والشعارات تقترب بعضها من البعض هنا من أجل هذا الناموس، من أجل الانتصار. يتقدم الآن وصل شعار عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري تسلل إلى مقدمة هذا الشوط، وشعار بن رشيد لا زال في دائرة التحدي، لا زال في دائرة الصراع. يتقدم أحمد بن خليفة بن رشيد مع المركز الأول في هذه اللحظات أم ثانيا هنا، لكن الانطلاق المميز انطلق شاهين عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري يسير بناموس هذا الشوط، ينطلق بتحديات هذا الشوط بن رشيد مع المركز الثاني، ووصول أيضا السيف مسلم بن حمد بن متعب العامري. لكن الناموس الأقرب هنا مع شاهين عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري، واللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة وصل هنا السيف قادم اللحظات الأخيرة هنا شاهين والسيف، السيف وشاهين، لكن السيف غير في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك السيف مسلم بن حمد بن متعب العامري. المركز الثاني وصل شاهين عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري. المركز الثالث وصل شعار بن رشيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع وصل مع المركز الرابع المحيط أيضا أحمد بن خليفة بن رشيد. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام من وصل مع المركز الخامس
وصلح من رقم 45 حشيم أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. تهانينا والناموس. هنا لحظات الوصول والتوقيت الزمني 4:31:05 من الثانية هو توقيت سيف. السيف تهانينا والناموس السيد مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري المركز الثاني. وصل مع ثاني المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام شاهين السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري. التوقيت 4:32 وجزئين من الثانية. بينما المركز الثالث يبدل بنا الشعار بن رشيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي حشيم من وصل مع المركز الثالث 4:32:07 من الثانية. تهانينا والناموس.